أما في أخبار الكاتالان فلا يستبعد نادي برشلونة عقد صفقات جديدة في موسم الانتقالات الشتوية في حال العثور على لاعب بمقدوره صنع الفارق في أداء الفريق، وذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة يعمل على مدار الساعة للوصول إلى حد أقصى للرواتب تحسبا لأن يجد النادي نفسه مضطرا للتعاقد مع لاعب جديد وهو الأمر الذي قد يضطره للسماح بمغادرة لاعب أو أكثر على سبيل الإعارة أو البيع، ويتمثل الخيار الرئيسي للنادي في توقيع اتفاقية لبيع ما يقارب نصف أسهم شركة بارسا ستوديو المسؤولة عن المحتوى السمعي والمرئي للنادي الكتالوني بحسب الصحيفة نفسها، وتجدر الإشارة إلى أن هناك اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لمسؤولي النادي مع صندوق استثمار عربي وآخر مكسيكي في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي لبيع إجمالي 49% من أسهم الشركة، وتتضمن هذه الاتفاقية دفع 30 مليون يورو للنادي وهو ما سيكون بمثابة دفعة حيوية لاقتصاد البلوغرانا وإمكانية وضع حد للرواتب.